تفتكر مستواك يقدر يبقى زي أبطال العالم؟ الإجابة آه تقدر. تعال أقولك إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سلسلة هتكون من ضمن سلاسل تنطلق في قناة ياسو، اللي هدفها تنمي الوعي الخاص بكل اللاعبين من الصفر والحد الاحتراف. السلسلة دي هتكون بعنوان بلاي ستايل أو طرق اللعب، وشكر كبير جدا لأكبر من ساهم في هذه السلسلة كوتش ألفو. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا شير، وتشاركونا آرائكم في التعليقات. يلا بينا نبدأ السلسلة، يلا بينا. نرجع نفكركم مرة تانية ان طرق اللعب حسب ملاحظتنا ثلاثة فقط لا غير: الاقصاء الفردي او البيك اوف، الضغط على الاطراف او السبليت بوش، اللعب الجماعي او التيم فايت. كل طريقة لعب بالترتيب ده بتكاونتر التانية، او تقدر تقول بتتصدى للتانية، بمعنى البيك اوف بيكاونتر السبليت بوش، السبليت بوش بيكاونتر التيم فايت، التيم فايت بيكاونتر البيك اوف. خلينا النهاردة زي ما عنوان الفيديو بيقول نتكلم عن الطريقة التانية وهي السبليت بوش. ايه هو السبليت بوش وايه التشكيلات الابرز ليه؟ السبليت بوش هو الضغط على الاطراف، هي استراتيجيه سهله في التنفيذ مقارنه بالباقي، في حين ان البيك اوف بيعتمد على المتابعه السريعه والتيم فايت بيعتمد على التناغم العالي. الطريقة دي بتعتمد على أبطال سريعة التحرك. على سبيل المثال في الأساسن ممكن تقول لينج، ممكن تقول فاني، ممكن كمان هايا. فالفكرة هنا هي الكلير السريع. بالنسبة للإكس بي ممكن أنت تختار بنادتا أو حتى البطل باكيتو لسرعة الكلير الخاصة بهم والتحركات. بالنسبة للماركس مان هتلاقي كلاود وموسكوف، كلاود بالمهارة التانية بتاعته، موسكوف بالمهارة القصوى اللي بتقدر تنقله في نفس اللحظة لما بيعمل تارجت، أو نقدر نقول يعمل ضربة على تارجت. حتى الرومر ممكن يعمل سبليت، على سبيل المثال تشيب اللي يقدر ان هو يضغط على الأطراف، او حتى هيلكر تروم. ولكن هيلكر تروم ما تاخدهاش وما ننصحش ان انت تاخدها الا لو انت معاك جانجلر يوتيليتي او جانجلر بيستحمل ضرر. Where did he go? And now once again Lord gonna go in and reset. Both teams still gonna go penalty zone to jump in. Luke goes in on the bottom side. No, AP Bren. Yes, like this. They can't get there in time. Luke does it after getting two. He goes into the base. It takes the game for Geek Fam. Members away. Call TZ for that as well. Combining and Haji stealing. For the airstrike again. The Brennan spray. Down to the middle blast. Why steals it away? Yeah, we got the money hunt. But it's all for the set for the low mode. Yeah, he's gonna be gunned down. The race. But Bendy UT again. Be careful in the bottom lane right now. I was gonna be able to find the crossbow tank, but the bottom lane is gonna be the push once again. Yum's gonna be able to find the way the dragon, but the crossbow tank is still ready. Owl gonna be zoned away right now. Look at the base is wide open. Base turret gonna be taken down. Does he have enough minions? No. Two cannon minions right now. Oh, they might be able to do it. Jingu, guys, against all odds. It's over. You have to wait for it right now. Owl's marching, but it's all over. نيجي لطريقة اللعب بالتشكيلة دي. بتلعبوا أربعة في ناحية وواحد في الناحية المعاكسة. ممكن تكون طريقة اللعب ان الاكس بي والميج الرومر وكمان الجولد بيلعبوا مع بعض في منظومة متكونة من اربع افراد، والاساسن وظيفته على الناحية المعاكسة ان هو تكون مسؤوليته يعمل هولد لتو لينز او اتنين لين في نفس الوقت، يعمل لهم كلير ويكون قائم بيهم، والاربعة التانيين بيضغطوا على طرف واحد بس. بتعمل فيجن على اللورد وتستنى لحد حد من الانمي يرجع يعمل كلير. ببساطة هتعمل بوش، محدش جه هتكمل، محدش جه هتكمل، والأربعة اللي مع بعض ممنوعين من دخول التيم فايت، وهتحتاج تسبلت لما التيم اللي قدامك يكون متجمع زي ما قلنا عشان بتكاونتر التيم فايت. على سبيل المثال لينج يعمل بوش ويف في اللين المعاكس، بكده هتنقصهم واحد أو اتنين وترجع تضم على التيم بتاعك بسرعة بحكم إن الموبيليتي بتاعتك عالية عشان في واحد اضطر يرجع يعمل كلير. وهنا تعمل فورس فايت وتلعب 5-4 ويكون عندك زيادة عددية، بس هنا اللي بيعمل سبليت بوش هيكون عنده قرار من اتنين: يا إما يضم على التيم بتاعه ويكسبه تيم فايت بزيادة عددية، أو إن هو ياخد قرار إنه يجيب الكل على اللي بيعمل كلير لوحده.
وافضل الحالات اللي نرشحها ان هو يضم على التيم بتاعه ويلعبوا 5-4. Creative route boots now again very low. Good way of dragon to disengage. Fluffy again loses immortal Tsuchijin. Will also be the casualty perhaps. No, the Terrify comes through. Woods gets taken out. Take a look at Crying in the backside. Causing out Kyrie! 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 Take a look at Kyrie! Take a look at Kyrie! Onyx gets it with the Wind Talker! Oh, no, no, no! Oh, wait! No! وهنا لازم نتكلم في شوية نصايح. ما تبدأش سبليت بوش قبل الدقيقة 5. ما ينفعش تعمل سبليت غير لما الأبراج أو التورات يكون واقع من عليها الجولد الخاص بيها أو كمان الباسيف بتاع الأبراج التانية. وكمان بنرشح دقيقة 5 عشان الجانجلر يستفيد من جولد المينيونز أو الذهب الخاص بالتوابع. بالدقيقة 6 ممكن تخلي الإكس بي ينزل يلعب مع الميج والرومر، ينزل يلعب مع الجولد والجانجلر، ياخد لين لوحده، فبالتالي هتكون بتلعب بتشكيلة 1-2-2 بحكم ان الاساسن بتلعب على الفارم، فبتاخد فارم الجانجل واللين، فبيوصل للدمج بتاعه بدري ويوصل للدمج بتاعه اسرع. وما نرشحش ان انت تاخد 2 سبليت او بطلين بيلعبوا على سبليت بوش في نفس الفريق. ننصح ان مع لينج او الابطال اللي بتحتاج فارم انك تلعب جروك مثلا لمنع ضغط الانفيد، او حتى ايدس ممكن انجلا مع كومبو لينج، ممكن تحول انجلا للميد وساعتها تاخد ايدس في الروم. HP. They need to make a choice right now. I mean, the minions are pushing in into their base. They're gonna get backdoored by Karateezy if they don't choose now. My God, oh my God, Karateezy, will they read this? Junpo tries to delay, but no, my God, 505 trying to fly. Sanford, Yami goes down, but Karateezy. Oh my God! In the backside, Daddy QT, the base echo. ليه السبليت بوش كاونتر أو طريقة اللعب المضادة للتيم فايت؟ التيم فايت بيعتمد على الكثافة العددية وإنهم كلهم يكملوا بعض، فبالتالي لما يكون ناقصهم واحد نتيجة الضغط على واحد من الأطراف هيكون عندك أفضلية العدد وتقدر تفوز 5-4. طب ليه نتجنب السبليت بوش قصاد البيك أوف؟ عشان أنت قوتك في إنك تعمل ضغط على الأطراف، في حين طريقة لعب البيك أوف بتعتمد على إن هي تعاقب اللاعب البعيد عن فريقه بكومبو واحد بس. Same thing right now. Black Dragon form pops in. That's gonna be Yaoi finding the way. The Dragon. Yaoi's gonna be taken down right now. Back but look at the lane right now. Team Hawk's gonna be able to look for the Lord. Panda still walking back, Benny. Trying to save the game. Benny in the mid lane, Benny, looking for a big play. Benny. Has been waved. Flickering forward. Benny. And the Lord. في نهاية الفيديو أتمنى لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، نفعل الجرس ونكتب في الكومنتات رأينا أو اقتراحاتنا أو حتى استفساراتنا. هتلاقوا روابط لمباريات مماثلة لطريقة اللعب اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة بواسطة المحترفين، وكمان هتلاقوا لينك وروابط السوشيال ميديا الخاصة بيا. أتمنى دعمكم، وإن ضاقت بك السبل وظننت يوما أن أحدا لا يحبك فاعلم أن يسوع يحبك، وأن هذه القناة قائمة على دعمك وحبك ليها. سلام.